السلام عليكم ورحمة الله. سريعا هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن أعمال تأسيس صرف التكييف. صرف التكييف وتأسيسه مهم جدا عندي يا جماعة. ليه مهم؟ داخل الشقق السكنية عشان خاطر صرف التكييف بيكون مدفون في الأرض، فلازم أهتم بتأسيسه وأهتم باستلاماته جيدا بشكل سليم 100%، والمتخصص يقوم بتنفيذه عشان ما يحصلش عندي أي مشاكل. زي ما احنا دخلنا كده، زي احنا شايفين دخلنا شقة سكنية، لسه الشقة في مراحل التشطيب، داخل على مراحل النص تشطيب معايا. طبعا بالشكل ده دخلنا الشقة، واضح قدامنا هنا في ماسورة صرف تكييف اللي هي الماسورة البيضة ديت، عندي هنا برضو ماسورة صرف، برضو الماسورة البيضة دي، تمام، تكييف برضو، عندي هنا برضو ماسورة صرف تكييف في الفراغ دوت، وطبعا المسار بتاعها نازل وماشي في الأرض ورايح مثلا هنا على بيبة، واصل على بيبة هنا بالشكل ده عشان يصرف عليه. البيبة هنا موجودة فين؟ في حمام غرفة النوم، لأن احنا نعتبر في غرفة النوم عشان يصرف عليه. البيبة بتاخد ايه؟ بتاخد من كل صرفات الشقة، أحواض وصرف تكييف وكله، ما عدا صرف الايه؟ صرف التويلت أو المرحوض اللي هي القاعدة، بتصرف على عمود لوحدها اللي هو عمود العمل، والبيبة بتصرف على عمود الصرف. نرجع تاني كده، برضو عندي هنا صرف تكييف في الغرفة دي، الصرف ده خارج لي بروحين كده، جزء في الصالة في الريسبشن بره شفناه من شوية، وجزء هنا في الغرفة برضو، وخارج المسار بتاعه هنا هو واحدة واحدة كده ماشي 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 معايا، وداخل على صرف البيبة. البيبة طبعا فيها البرقع اللي دايما بنأكد عليه، اللي هي القطع البنفسجي دي، اللي هي عشان بتقيني من ارتداد الروائح أولا، ثانيا تقيني لو حصل أي انسداد أو حصل انسداد أو مشكلة في الخط، عدم ارتداد المية أو طفح المية هنا فما تضربش عندي في الحمام وتضرلي المكان. ثالث حاجة بتكوني برضو من لو في اي مخلفات نزلت، زي ما مواد صلبة كبيرة او حاجة في الصرف، تحميني انها بتجمعها هنا، واقدر اشيلها يدويا من الجزء ده في اسفل البيبة اللي موجودة عندي، اسفل سطح البيبة بالشكل ده. طبعا زي ما احنا وضحنا، البيبة بيصرف على الحوض زي ما الحوض ده كده صرف عليها بالشكل ده، تمام، والمرحاض بيكون ليه لوحده، فتحة لوحده كده، مسار لوحده، اللي هو السليف اللي خارج لي دوت بره في المنور عشان يصرف بعد كده على عمود العمل بالشكل ده كده، لما يركب عمود العمل وبعدين يركب جنبه عمود الصرف الخاص بالبيبة. نيجي هنا كده برضو، نرجع تاني للشقة السكنية بتاعتنا. يبقى زي ما وضحنا كده، أعمال الصرف تأسيس التكييف أو صرف التكييف مهمة جدا يا جماعة داخل الفراغات السكنية، واستلامه، واللي أنا ببدأ أمشي فيه مية، اصب في الصرف كده ميه، ابدا احط فيه ميه، واتاكد ان مفيش اي تسريب في الوصلات اللي زي دي، وان اللحمات بتاعتها مظبوطه مفيش تسريب ميه، وان ضغط الميه قوي ومفيش اي حاجه بتتسرب، عشان بنوضح صرف التكييف بيكون ماشي في الارض، ما يضرليش باي شيء في الشقه. طبعا ما بغطيش صرف التكييف كده ولا بقفل عليه الجرابات كده عشان احميه، غير لما بستلم المية بمسارات المية، ببدأ أضخ مية فيه وأبدأ أستلم الوصلات كلها، مفيش أي مشاكل في الماسورة أو المسار الماسورة، وبعد كده ببدأ عملية التقفيل عليه بالشكل ده، بالجرابات بالشكل ده، عشان أحميها أثناء عمليات التشطيب داخل الفراغ.